اليوم الثالث لحملة النظافة لمدينة جيبوتي برعاية برنامج الأمم المتحدة لإنباي وزارة البيئة، واليوم سعيدين بأنه انضموا لنا القوات اليابانية، ومعانا احنا حس حاليا في كارتسيس، ومعانا الإخوان من الكلي هم المسؤولين عن المنطقة دي. المناطق تقريبا 7 اللي بيتم فيها عمليات النظافة. أي شاب أو شابة جيبوتية راغب في أنه يساعد في عملية النظافة أهلا وسهلا، ويد على يد بتجدع بعيد. انضموا لنا وخلونا نرجع المدينة أحسن مما كانت قبل المطر والفيضان. شكرا جزيلا للإذاعات.